نروح مع حضراتكم لآخر الأخبار ونتابع معاكم إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة من تصريحات ومن أخبار، والبداية من أسبانيا ومن ريال مدريد. ريال مدريد بيعلن تفاصيل إصابة خيمس رودريجيز بعد ما تم الإعلان على الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد. اليوم الاثنين ريال مدريد أعلن عن إصابة خيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال تواجده مع منتخب الكولومبي، والاتحاد الكولومبي أعلن استبعاد اللاعب من مواجهة بيرو والإكوادور بعد ما اللاعب اشتكى من ألم في الركبة اليسرى خلال مشاركته في التدريبات. لاعب ريال مدريد مش هيكون موجود مع الفريق لمدة 3 أسابيع. طيب الخبر الثاني، برشلونة الأكثر ربحا في 2019 لأول مرة في تاريخه. عام 2019 بالنسبة لبرشلونة هو عام مميز جدا جدا جدا، وبسبب ان برشلونه يعني جنى فيه كثير من الارباح، وده على مسؤوليه صحيفه او مجله فوربس العالميه واللي مشهوره بعمل احصائيات اقتصاديه في مجال كره القدم. قالت ان النادي الكتالوني لاول مره بتصدر ترتيب انديه كره القدم كاكثر انديه حصول على دخل وارباح في العالم في عام 2019. حقق برشلونه دخل في هذا العام بقيمه 852 مليون يورو، يعني بمعدل 162 مليون يورو اكثر من العام الماضي، واللي حقق فيه دخل بقيمه 690 مليون يورو. رونالدو يخمد فتنه يوفنتوس بوجبه عشاء. طبعا رونالدو نجم اليوفنتوس اغلق القضيه اللي اثيرت في الايام الاخيره داخل جدران قلعه نادي اليوفنتوس على خلفيه استبداله خلال مباراه البيانكونيري وميلان بالدوري الايطالي. رونالدو قد عبر عن غضبه من قرار مدربه ساري واللي استبدله في لقائين متتاليين اخرهم امام ميلان، اللي خرج بعديها غضبان الى غرفه الملابس، وبعديها خرج مباشره خارج الملعب قبل المباراه ما تنتهي ب3 دقائق. انه قال طبعا على شبكه سبورت ميدياست الايطاليه، قالت ان رونالدو بيخطط لاحضار جميع زمايله بالفريق لتناول العشاء في مدينه تورينو، وموضح ان دون يريد الاعتذار لزمايله واغلاق القضيه. الاعتذار من شام الكبار والاعتذار دايما مع اللعيبه الكبار اعتقد ان هو بيكون شيء مهم جدا وشيء يحترم، ودرس لكل لعبتنا الصغيره تبقى عارفه ان لما تغلط اكيد لازم تعتذر، والاعتذار مش عيب. دورتموند يهدد صفقة أحلام مانشستر يونايتد في ضم مانزوكيتش. مانشستر ودورتموند يتنافس على ضم مانزوكيتش من اليوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية القادمة، لكن يا ترى مانزوكيتش هينتقل إلى فين؟ محدش لسه عارف ومحدش لسه بيتكلم، لسه بدري قوي. الكلام هيبدأ يبان على نص شهر ديسمبر، يعني قبل الانتقالات الشتوية ب 15 يوم. يورجن كلوب يقترب من فوز بجائزة إنجليزية بسبب ريمونتادة برشلونة. ترشح الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول لجائزة أفضل لحظة تدريبية داخل إنجلترا في عام 2019. وفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية فإن ترشيح المدرب جه بعد ما قدر ريدز لتحقيق ريمونتادة تاريخية على حساب برشلونة في دوري الأبطال في الأخيرة في دور قبل النهائي. ليفربول كان خسر 3-0 على ملعب الكامب نو، وعاد في الأنفيلد وفاز بنتيجة 4-0. هازارد يحلق، زيدان لم يراهن على حسام خاسر. الأسابيع الأخيرة في بطولة الدوري الأسباني شهدت تطور ملحوظا وكبيرا في مستوى اللاعب الدوري البلجيكي إيدن هازارد. كشفت عنه الوجه الحقيقي اللي اشتهر به مع تشيلسي في الملاعب الإنجليزية، ونجح أنه يصبح مصدر خطورة في هجوم الفريق الملكي. نجح منتخب بلجيكا وإيدن هازارد في يعني فوزه في المباراة الأخيرة 4 أهداف مقابل هدف، أحرز هو هدفين علشان يصبح تاني أكثر لاعب في تاريخ بلجيكا يحرز أهداف على الصعيد الدولي بعد لوكاكو. لوكاكو أحرز 52 هدف، إيدن هازارد عنده 32 هدف. جمال بالماضي يتحفظ على انضمام كريم بنزيما لمنتخب الجزائر. زي ما قلت لحضراتكم موقع دي زاد فوت قال إن بعد ما كريم بنزيما أعلن أنه هو ممكن ينتقل لصفوف المنتخب الجزائري، كابتن جمال بالماضي قال إن إحنا عندنا لعيبة مميزين جدا زي بغداد بونجاح وإسلام سليماني وأندي ديلور وهلال سوداني، وهو سعيد جدا بالمجموعة. فواضح إن الكابتن جمال بالماضي مش برحب أبدا بعودة كريم بنزيما للمنتخب الجزائري. في شك إن الكابتن جمال بالماضي واحد من المدربين المميزين، لكن كريم بنزيما أيضا واحد من الفراودة واللعيبة اللي بيلعبوا في أكبر الأندية اللي موجودة في العالم ومتألق. طيب برونو بيتكوفيتش يدخل حسابات برشلونه تدعيم خط الهجوم. اريك ابيدال السكرتير الفني او السبورت دايركتور لنادي برشلونه اعلن مؤخرا انه تحدث مع الاورجواني لويس سواريز وقال له ان النادي في حاجه لتعاقد مع مهاجم اخر، وهو امر طبيعي.
وبرشلونة أبدى اهتمامه في الأيام الأخيرة مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بسبب قوة هجومه والمهارة اللي بيتمتع بيها، وبعد أيضا الأداء اللي تألق بيه اللاعب في المباراة الأخيرة أمام فريق برشلونة في دوري الأبطال، ده زادت من رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب. وأيضا ارتبط اسم الهولندي دونييل مالين لاعب فريق أياكس أمستردام ورافائيل لياو مهاجم فريق اس ميلان الإيطالي، وآخر اسم زي ما حضراتكم تابعتهم هو الكرواتي برونو بيتكوفيتش مهاجم فريق دينامو زغرب. برشلونة مستعد لتلبية رغبات فيورنتينا لضم ميلينكوفيتش. طبعا برشلونة بيسعى زي ما قلت لحضراتكم ان هو يدعم صفوفه في الانتقالات الشتوية القادمة بمدافع صاحب 22 سنة علشان خاطر زي ما حضراتكم عارفين ان برشلونة عنده نقطة سلبية في خط دفاعه اللي هو بيفتقد الى وجود لاعب صلب ولاعب يتمتع بمزايا دفاعية بعد ما النادي فشل في ضم اللاعب دليخت في الانتقالات الصيفية الماضية، وبالتالي بيحاول انه يضم اللاعب ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا اللي ممكن يتعاقد معاه النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. خطة فابيان رويز للرحيل إلى برشلونة. فابيان رويز لاعب نابولي وأحسن لاعب في كأس الأمم الأوروبية للشباب مع المنتخب الأسباني، عنده خطة على حسب تقارير لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، قال إن اللاعب بعد ما تألق مع نادي نابولي ومنذ انضمامه في صيف 2018 قادما من الدوري الأسباني الدرجة الأولى من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، هناك تقارير بتشير إلى إن اللاعب في اهتمام كبير منه من برشلونه وريال مدريد والسيتي، دول ابرز ثلاث انديه حابين يتعاقدوا مع اللاعب، لكن في الشائعات اللي موجوده في كل حته دي نادي نابولي يسعى ان هو يبيعه لاعلى سعر يجي للاعب واعلى مقابل مادي، لكن التقارير بتقول ان رويز هو مش هيجدد عقده مع نابولي وفي نفس الوقت هو حابب ان هو يروح الى برشلونه في صفقه ممكن تتراوح الى 60 مليون يورو. طيب طيب الصورة اللي جاية معانا دي يا جماعة أنا يعني أنا شفتها وتابعتها وحاجة تضحك جدا جدا الصراحة، يعني إحنا هنشوف دلوقتي الصورة دي مش فوتوشوب، دي صورة حقيقية. ده عنده 15 سنة والله العظيم زي ما حضراتكم شايفين، يعني جايبينه لحضراتكم من كل الزوايا ومع اتنين يعني اتنين لعيبة مختلفين، طبعا مش الصغير اللي عنده 15 بسم الله ما شاء الله، يعني اللي هو هيخرج يعني حضراتكم الفريم اللي حضراتكم شايفينه ده اللعيب خارج منه، يعني احنا مش عارفين نجيب فريم نحط فيه اللاعب، والله اللاعب عنده 15 سنه، طبعا لاعب مسنن طبعا ولاعب ضارب كل الشهادات اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها، لكن زي ما في فساد في افريقيا في فساد في اوروبا، حتى لو حكم المباراه مكتوب في الباسبور ان ده 15 سنه انا لو حكم ماتش ما لعبوش، يعني اقول له انت حرام ما ينفعش تلعب مع دول تماما، يعني اختلاف في القوه في السرعه في المهاره، ده الولد يعني خايف يخش عليه، والله بص النظره ان الولد بيبص له بيقول له يعني سيب له الكوره او عدي من غير ما تعورني يعني، بس كل واحد في حاله زي ما حضراتكم شايفين يعني. فده لاعب عنده 15 سنه، الاثنين عندهم 15 سنه بس الكبير المفروض ان هو 15 والصغير ده 15، ازاي مش عارف بس ما علينا، يعني خبر طريف كنا لازم ان احنا نقوله لحضراتكم عشان هو يعني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا في الصحافه الهولنديه. مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم دوري ابطال اوروبا هالاند، مانشستر يقترب من ضم النرويجي ايرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي في فتره الانتقالات الشتويه، وده وفقا لصحيفه مترو البريطانيه. ايرلينج عنده 19 سنه، واحد من اللعيبه اللي عندهم مستقبل كبير جدا جدا في اوروبا، سجل 26 هدف وصنع 6 اهداف خلال 18 مباراه في جميع المسابقات، وبيحتل صداره هداف دوري ابطال اوروبا برصيد 7 اهداف. الاتحاد البيضاوي يفجر المفاجاه يحصد لقب كاس المغرب، الاتحاد البيضاوي واللي موجود في الدرجه الثانيه مفاجاه من العيار الثقيل بعد فوزه على حسنيه اغادير 2-1 في نهائي كاس العرش بالملعب الشرفي بوجدة، وده أول كأس في تاريخ الاتحاد البيضاوي يحرزه على الصعيد المحلي. خيمس رودريجز وأنشيلوتي على رادار بيكهام لبناء فريقه الجديد، وزود معاهم لوكا مودريتش. بيكهام بيطمح وبيأمل في التعاقد مع الثلاثي رودريجز وأنشيلوتي ولوكا مودريتش في
فريق ميامي اللي بيكهام بيملكه وبينافس في دوري الممتاز الامريكي الامل اس بعد تالق زلاتان ابراهيموفيتش وتالق العديد من اللعيبه اللي راحت وجربت التجربه الامريكيه. اعتقد ان بقى الملعب مفتوح لكل النجوم اللي موجوده على الساحه علشان يكرروا التجربه اللي نجحت مع زلاتان ابراهيموفيتش واللي نجحت ايضا مع ديفيد فيا وكاكا وغيرهم من النجوم. علشان كده هنشوف بنهايه الموسم الحالي هل يستطيع بيكهام في التعاقد مع الثلاثي ولا لا.